دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، اموركم هانيه؟ اليوم الجو مشماش، شوف الشميشه دارت معنا الشميشه المزيان اليوم، خلات حتى السبت والحد فرقعات. شوفوا البنات، شوفوا التشنشيط التشنشيط. قولوا انا فين دابا، فين انا دابا؟ صراحه انا اول مره غنجي لهنا، اول مره غنجي لهاد البلاصه هادي. انا في برشيد، برشيد صراحه ما جيت فيه انا، وقيله جيت مازال صغيره، جيت مازال صغيره ولكن فيت في، ما يعني ما درت ما تساريت هنا ما والو. دابا اول مره تقول غادي نشوف يعني برشيد وغنعرفو، عمري ما جيت لي. المهم هنا خارجين مع دي زامي وغادي نجيو باش نضربو الشوا. ها هو مو الشوا، هو دكالي اللي شافها تسمع الشوا صافي، شي تعرضي عليه تقولي ندير لك الشوا يمشي، شي حاجه اخرى ماشي مشكل، ولكن الشوا ما يزقلكش. البنات غنجيو، يلا وصلنا. هادشي الحراره كانت تسحب لي، غيكون البرد. تسمعي قلت لي لا، علاش تحيد، علاش تلبس تريكو دومي مونش، خليك بقبيه. بقيت نغوت عليه، قال لي لا انا باغي دومي مونش ولبس دومي مونش. دابا غير غادي يخرج من الطروبيل غادي يقول لي شتي، ها انا كان ما لبستش دابا تريكو دومي مونش كان رمت بالصاد. الدراري خلاو ولا مشاو عندهم هما في طوموبيلتهم. ايوا هادشي ما كان، حنا وصلنا وانتوما معايا غدوزو معايا هاد النهار. ما شهيتكم ولكن ريحه واعره، ما نعاودش لكم. عرفتوا البنات عجبني برشيد والله، مع الدخله ديالو زوين زعما، السكنه فين ما بيهاش. غير هو بحال دابا البلايص اللي كاينين في كازا ما تلقايهمش هنا في برشيد بيان سور، ولكن راه قريب. غير هو مكالمي والله حتى لو كالم، وعندهم هاد السوق هذا زوين فيه كل شيء صراحة. هنا يا شادين فيا تيقولوا لي تي شتا تصوري، تنقول لهم غنصور كل شيء، قالوا لي راه كل شيء مسدود وراك، قلت ماشي مشكل، المهم غنصور كل شيء. ولكن فريمون والله الا عجبتني هاد البلاصه هادي، شعبيه بزاف. قلت لهم في كازا نورمالمون هاد البلاصه اللي دايره في حركه هي الجميعه، وشحال هادي صراحه ما مشيت حتى للجميعه، ولكن فريمون يعني هاد البلاصه اللي جابونا ليها عجبتني بزاف. صافي هنا دابا كنا تنقلبوا على طويبله فين غادي نجلسوا، لقينا واحد الطويبله وجينا هنا عند الجزار. هما صراحه مولفين دائما تياخذوهم عند هذا الجزار، هذا هما اللي جابونا عنده. قال لك عنده الحيمه زويونه وفريمون واحد الكفته عنده ما نعاودش ليكم، عرفتي رطبه 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 تدوب في الفم. وهنا شوفوا اسماعيل راه تيموت بالجوع، شاده فيه تنقول ليه بركه من تبرقيك في اللحم عرفتي كان غادي يموت بالجوع، ما ديجا نايض ما فاطرش ونادو معطلين وجينا ديريكتومون ما كلا والو، وبقينا تنتسناو على ما يلا عبر اللحام، يلا طحل لنا الكفته وداك الشيء وديناها باش تشوى. وصافي حنا راه تنتحتو واحد الخبيزه البنات، عرفتي سخون طيب، تيجيبوه ليك تيحطوه ليك بحال هكايا، عرفتي طيب طيب بحال تقول من الفران جاي. وصافي خدينا امي نيضات صراحه، غير انا وبنتي واسماعيل و هادشي وقال حنا اللي خدينا المناضه. هشام الكبه الكباي، وهنا جابوا لنا الطباسيل هكا فيه مطيشه وبصلام شويين، خدينا كفيته، خدينا شويه ديال الكوتليت و هشام وصاحبو داكشي خداو القلب، زادو القلب. انا صراحه ما تناكلش القلب، ما عنديش معاه، ولكن عرفتوا البنات الكفيته راه زبده، عرفتي ما عرفت علاش كاين فرق ما بين الكفته اللي تنشرو من كازا وهاد الكفته اللي تتكون هكا في السواق، عرفتي تدوب تدوب في الفم والله العظيم مرطبه. صافي فاش سالينا جينا خدينا معنا شويه اللحيمات لانه فريمون عجبني اللحم ديالهم، خديت من خدينا معندهم شويه الكفته شويه ديال اللحم جبناهم معانا. ودابا حنا دايزين، شوفوا صحاب الكرشه والكرعين كلشي كاين. بغينا نمشيو للسوق، دابا كاين واحد السوق عندهم هنايا فيه الخضره وداكشي، نشوفوا لي عجبتنا شي حاجه. عرفتي الجو كان واعر نهار الحد، كان الجو زوين. السبت وقيلا خرجنا السبت ماشي الحد، كان الجو مشمش ما كان لا ريح لا والو، كان الجو واعر. وقلنا نمشيو لهاد السوق اللي عندهم هنايا نشوفو الديسير، نشوفو شي حاجه لبانت لينا زوينه. هادشي ديال العرض
ربي والله العظيم. قلت لهم عندهم داك الجو بحال ديال العروبيه، داك السواق وتتلقاي الفاكهه وداك الشيء، جاني بحال الجو فاش نمشيو للعروبيه ديال هشام. داك الاجواء فحالها سبحان الله، داك السوق ديالهم ديال الحد. المهم هنا جينا ناخذ شويه ديال الليمون، بلي عندهم الليمون زوين. ومن بعد اسماعيل لصق لينا على السويهله، قال لك ضروري باغي السويهله، جيت اختاريت ليه واحد الوحده. ومن بعد غادي نمشيو لواحد المحل اللي تيدير الرايب البلدي، قال لك عنده الرايب البلدي واعر. وهنا شاده في ايناس نقول لها نوضي كولي الرايب، قالت لي لا صراحه انا صراحه ما عجبنيش، انا تنبغيه حلو. ما هيش معجبو بزاف، هيش ما عنده مع الرايب الرايب. هادشي في الغرار، هادشي في الغرار. تولي زوين، تولي حلو، كاين اللي عنده بالسكر، كاين اللي عنده بالسكر. شي صور اسماعيل السويهله ديالو، كنمشي نشد السويهله وكان لقينا واحد المشيشه هنايا تتشرب الماء مسكينه، واقفه تتشرب الماء. هنا سولتني صاحبتي قالت لي واش خاصك تخليطه، قلت لها لا شري لي النعناع، النعناع والتخليطه بجوج ما عنديش. واحد النعناع تيحمق جديد والتخليطه، خدينا منهم شويه شويه وصافي. هنا شدينا الطريق باش نرجعو، وفريمون عجبتني برشيد والله العظيم لو كالم. هذه الخرجه ديال برشيد هنايا، شوفوا على ديور وعلى فيلات هنايا ديال الفريع. المهم عجبوني الاجواء صراحه، داز نهار زوين بزاف. ملي تكون هكا الجمعيه وتي كل واحد منسجم والضحك والنشاط، تيدوز النهار فريمون واعر. وانا بقيت شاده لكم شويه ديال الطريق باش تشوفوا الدنيا شحال نقيه، شوفوا الدنيا شحال نقيه. كنا صراحه بغينا نتقهواو هنا، وقلنا نمشيو لكازا ونديرو كافي. ودابا البنات يلا دخلنا لكازا وقررنا نديرو قهيوه، اتفقنا مع هذوك لي زامي ديالنا نجيو نديرو كافي. اقترحت عليهم هاد الكافي هادي دو فيو زوينه، دائما تنجي ليها انا وهشام والدراري وصافي. حنا جينا ليها، عرفتي شحال عامره الدنيا، منعاودش ليكم. حنا راه لقينا بلاصه فين نحطو الطوموبيل وما مزالين تقلبوا. ايوا هادشي ما كان، نتوما معايا اختي توحشتك، خطفوني توحشتك، تعداو عليا. اتفكر تكون في حوايج راك صبا نقولها لك تكون او في الليل. قلت لهم والله ما تمشيو، غطلعوا تجلسوا معايا واحد شويه ونتعشاو اللي قسم الله نديروه. وكنت مشاهيه البنات انا الحيمات بالبرقوق والبيض واللوز، طيبت هاد الطنجره هادي ودرت معاها سلطه كيف تتشوفوا، وتجمعنا مع بعضياتنا ودرنا هاد العشيوه. وهكا نكونوا سالينا الفلوق ديال اليوم، تنقول لكم بسلامه عليكم، تهلاو فراسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فلوق اخر.